متابعي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اهلا بحضرتكم معانا. النهارده هيكون في ظاهره فلكيه احنا على موعد معاها، وهي ظاهره فلكيه هامه جدا، وهي رصد القمر البدر العملاق الرابع والاخير خلال هذا العام. وليه هيكون حجمه الظاهري اكبر بحوالي 8% واكثر اضاءه بحوالي 16% عن المتوسط، وده بالتزامن مع ذروه تساقط شهب البرشويات بسماء الوطن العربي. لمزيد من التفاصيل عن هذه الظاهرة وأيضا الظواهر الفلكية الأخرى خلال شهر أغسطس، بينضم لينا عبر الهاتف دكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، أهلا عليكم وكل بحضرتك متابع اليوم السابع. دكتور. يمكن احنا بقالنا فترة بنشوف ظواهر فلكية ما كناش بننتبه لها بشكل كبير في زي الوقت الحالي، او يمكن هي ما كانتش تبقى ظاهرة للعين المجردة بشكل كبير، فكنا حابين نعرف اكتر عن تفاصيل عن القمر البدر العملاق. اولا بس يعني فيما يخص الظواهر الفلكية، طبعا حاجات كتيرة موجودة ومتكررة زي اقترانات القمر مع بعض الاجرام السماوية، لكن هو كان حاصل ان ما كانش في تواصل مناسب ما بين المعهد ووسائل الاعلام زي حضراتكم، ودي اللي شجعت كتير من المهتمين ومتابعي الظواهر الفلكيه ان هم يبداوا يتابعوا معانا، وحتى مواقع المعهد والمعهد نفسه فيه ناس زوار بيجوا لنا كتير لمتابعه الحاجات دي، ودي حاجه كويسه احنا بنتمناها وبنشجعها، لان ده احنا عايزين في ثقافه مجتمعيه وناس عندهم وعي بالظواهر الفلكيه والاحداث الطبيعيه، صحيح، عشان نقلل الشائعات بقى اللي على التواصل الاجتماعي واللبس ولغط كتير. فدي حاجه كويسه، ويعني بستغل وجودي معاكم وبنقول للناس يعني اهلا بيكم في اي وقت. المعهد ابوابه مفتوحه لحضراتكم، ومن خلال وسائل الاعلام طبعا المختلفه، يعني اي اسئله على اي حاجه متعلقه بمجالات المعهد، فلك، ابحاث فضاء، زلازل، جيوفيزياء، يعني نساعدنا ان احنا نجاوب عليها ونوضحها. تسلم يا دكتور. طب قول لي، هو فيما يخص اسباب ظهور اسباب الظاهره نفسها، وهتكون الساعه كام تقريبا النهارده؟ تمام، احنا عارفين ان القمر بيدور حوالين الارض في مدار شبه بيضاوي في منطقه اقرب ما يكون للارض بنسميها القضيب، في حدود 340 الف كيلو متر تقريبا، وابعد نقطه حوالي متوسط 360 الف كيلو ما بين الحضيض والاود، يعني القمر في المدار البيضاوي لما بيكون في أقرب ما يكون للأرض بيكون حجم القمر الظاهري أكبر نسبيًا زي ما التقرير بيقول كده، ونسبة إضاءته بتكون يعني أكتر بكتير من لو هو في المنطقة البعيدة، ولذلك بيسمى البدر في هذا الطور البدر العملاق، وهو نفس حجم البدر لكن ظاهريًا بما إنه قريب من الأرض فبيسمى عملاق. وفي بعض الدول سواء قدماء المصريين أو الأمريكان حتى بيطلقوا عليه اسماء كده، القمر الوردي، القمر الفراوله، القمر الدموي، ودي برضو ما بتغيرش من صفه القمر اكتر منه يعني تشبيه او ربطه ببعض الاحداث او الحياه الاجتماعيه زي زراعه الفراوله او اخره. هو لكن دايما كانوا بيخوفونا من الشكل ده وتقول لنا القمر النهارده حزين، القمر زعلان ما انا النهارده. كنت هقول لحضرتك القصه دي ظاهره طبيعيه مرتبطه بمدار الارض والقمر والشمس وعلاقتهم ما بين بعض. القصه دي ملهاش اي تاثير سلبي على الارض، ملهاش اي تاثير سلبي على الانسان ان هو يعني يبص لها بعينه المجرده، بالعكس احنا بننصح الناس انها تحاول تتامل في منظر القمر، واللي عنده تلسكوب صغير او كاميرا معظمه او كده يحاول يعني يشوف تفاصيل القمر ويستمتع بتلك الظاهره. هي طبعا البدر بيشرق مع غروب الشمس وبيستمر طول الليل، عندنا وقت كتير جدا الاستمتاع بالظاهره طول الليل، اخذا في الاعتبار يعني احنا طبعا في فصل الصيف مفيش جامعات ولا مدارس، مفيش سحب وغيوم بتاعه الشتاء، فالسماء صافيه مهيئه ان احنا نشوف يعني الظاهره بوضوح، اضافه الى ظواهر تانيه كتيره يمكن اعلنا عنها في البيان الاعلامي اللي اصدرناه لشهر اغسطس، يعني معظمها اقترانات القمر مع اجرام اخرى، يعني النهارده 11 هيكون القمر مع زحل، ودي برضه يكون القمر في طور البدر بحد ذاتها حاجه يعني جميله، هيكون في زخة شهب البرشويات بدءا من بكره ولمده يومين بحوالي 60 شهاب
في الساعة، وأفضل يعني مكان لرؤيتها خارج الضوضاء بتاع المدن. طبعا يعني اللي خد شعب حاجات جميلة، مش عايزة إضاءة علشان ما تتوهش مننا، وملهاش خطورة على الأرض ولا على يعني السكان، في لأن كلها السفاري مثلا في الصحراء او الحاجات دي او الاماكن المظلمه اللي هو دايما هتبقى هي موجود في اللي هو الافضل. موجود في سفاري او كده طبعا كويس، لكن ما كان نقول الناس روحوا السفاري عشان يتفرجوا على السفر. اي حد خارج يعني زحمه العمران على هيقدر اطراف يشوفها. المدينه في الارياف هيستمتعوا برؤيتها ومتابعتها، وبنأكد ان هي ملهاش خطوره لا على الارض ولا على رؤيتها بالعين المجرده ولا اي حاجه، ان هي مجرد اختراق الشوك دي من غلاف الجو للارض بتستمر يعني مسافه وبتحترق وبتكون زي حبيبات الرمل، ملهاش أي تأثير ضار ولا سلبي على الأرض. طب يا دكتور، بالنسبة لظاهرة القمر العملاق، يعني لو هو ملوش آثار سلبية، إيه الإيجابيات بتاعته أو تأثيراته الإيجابية بعيدا عن موضوع زراعة الفراولة؟ لا ده زراعة الفراولة ده بس يعني بيطلق عليه قمر الفراولة في موسم الفراولة ده كان من عشان شهرين هو بالتزامن مع الموسم يعني. بالظبط كده، لكن فلكيا القمر او القمر بيدور حوالين الارض، والعلاقه الوحيده ما بين الاثنين علميا اللي هي ظاهره المد والجزر، وبرضه للتوضيح ملهاش علاقه بالتغيرات المناخيه ومنسوب سطح البحر وكده، لكن الناس تاني اللي بيصيفوا على السواحل يقدروا في وقت متاخر او وقت متاخر من النهار مع دخول الليل ومع بدايه الصبح يقدروا يلاقوا فرق منسوب الميه في حاله المد والجزر، ودي ظاهره طبيعيه نتيجه ترابط القمر والارض في كيانهم الفلكي. يعني هيحصل انحسار شوية للمية مثلا للداخل ولا؟ بيحصل بالفعل يعني جزر للميه شويه مع بدايه دخول الليل وبترجع تاني، او العكس مع بدايه دخول الليل بتزيد منسوب الميه بترتفع قليلا، ويعني بعد نص الليل كده مع دخول الفجر بتنحسر تاني وترجع لمعدلها الطبيعي. دكتور، هل في ظواهر فلكية في الفترة اللي جاية ممكن تبقى نوع من ترويج سياحي مثلا لمحبي عالم الفلك أو كده في الفترة اللي جاية؟ يعني أنا دايما طبعا بشوف إن الترويج السياحي أحيانا للظواهر الفلكيه عندنا في مصر، يعني زي ما بقول لحضرتك الجو جميل والسماء صافيه ما فيش سحب ولا غيوم، فعلى مدار العام او على مدار الصيف تحديدا يعني بنشجع الناس انها تيجي ترصد الظواهر دي، تحديدا لو هنتكلم شهر 8 بالاضافه للبدر العملاق وزفه شهب البشريات، عندنا يوم 14 فيه زحل بيكون في مقابله مع الشمس، ودي حاجه كويسه احنا عارفين زحل برضو من الكواكب اللي ليها تميز، يوم 15 هيقترن القمر مع المشتري، يوم 17 الزهره مع خليه النحل في برج السرطان، يوم 25 اقتران القمر مع الزهرة، يوم 27 هيكون عطارد في أقصى استقرار له مع الشمس. كل دي زي ما بقول لحضرتك ظواهر يعني فريدة وكويسة، بندعو كل المواطنين وهواة ومحب الظواهر الفلكية يستمتعوا بيها. لو حد عنده أي أسئلة أو تعليقات عليها يقدر يراجعنا في أي وقت من خلال وسائل التواصل الخاصة بالمعهد، وبنأكد تاني إن ملهاش أي تأثير سلبي على الناس ولا على الإنسان ولا مؤثر لنهاية العالم ولا يوم احنا القيامة ولا ناس كتير التكلم عنه. مستعجلة على موضوع نهاية العالم ده. ما أنا بقول لحضرتك ملهاش أي علاقة من قريب ولا من بعيد، لأن دي ظواهر بتحدث في يعني النطاق الطبيعي من الحسابات الفلكية. طب دكتور، هسأل حضرتك سؤال أخير، مش عارف يعني ممكن إجابته تبقى عند حضرتك ولا لأ. هل فعلا هذه الظواهر أو التحركات الطبيعية دي بيكون ليها تأثير على المود العام أو المزاج العام لبعض المواليد مثلا أبراج الأسد أو غيره، زي ما بنسمع كده بعض أساتذة علم الأبراج بيتكلموا إن هو مش عارف زحل هيتقابل مع إيه أو القمر هيبقى جنبه إيه، فده هيأثر بشكل كبير على مواليد كذا ومزاجهم هيبقى عامل كذا، هيفتح لهم هيبقى جاي لهم فلوس كتير في الفترة الفلانية، هل ده فعلا ممكن يكون مؤشر؟ ده دايما اللي احنا بنأكد عليه ملوش أي علاقة من قريب أو بعيد بعلم الفلك، ده بيدخل في التنجيم، وده طبعا يعني دينيا كل الكتب السماوية بتنهى عن القصة دي، وفي أكتر من مرة يعني نظمنا ندوات ورش عمل سواء المعهد
أو بالتعاون مع دار الإفتاء أو الأزهر، القصص دي منهي عليها دينيا وعلميا، ليس لها أساس من الصحة. النهاردة في برج ما، طبعا تشكيل البرج أو مجموعة النجمية في صفحة السماء موجود، لكن موليد البرج ده بقى حظهم سعيد، حظهم منيل، دي قصة تانية ملهاش علاقة. بتلاقي اتنين مواليد نفس اليوم، واحد يعني حظ كويس والتاني العكس تماما، ملهاش علاقة خالص. زي ما بقول لحضرتك دي شغل تنجيم يعني بعيد تماما عن الفلك. تمام، بشكر حضرتك دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، شكرا جزيلا على هذا الكم من المعلومات الهامة والمفيدة، واتمنى ان شاء الله يكون في اهتمام اكتر من محبي علم الفلك وحتى من المواطنين العاديين ان هم يبقى عندهم شهية مفتوحة لرؤية هذه الظواهر الفلكية المميزة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. اهلا بكم يا فندم، وتشرفونا في اي وقت. شكرا جزيلا. متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، ان شاء الله ميعادنا النهارده مع هذه الظاهره الفلكيه، بنتمنى ان شاء الله ان كل الناس تقدر تشوفها وتستمتع بيها وتتابع كل الظواهر الفلكيه الجديده اللي هتمر على مصر. شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعه والى اللقاء.